وإذا تم رفض الطلب؟ بتكون بدك ناخد طريق المشاكل، وهذا الشيء رح يأذينا كلنا ويأذي العائلة وخاصة أنت. وإذا كسياسي قدرت بورقة قديمة أجبرك تسحبي طلب الطلاق؟ أنا الماضي تبعي كتير نظيف، وأنت أكتر حدا بيعرف هالشي، ما عندي شي خاف منه. هلأ بشوف إذا كان نظيف أو لا. وكانت الدكتور بيان ماضي على أوراق بتخص إدخال أدوية فاسدة ومواد كيماوية خالصة مدتها على المستشفى بهداك الوقت، وضل الموضوع مخبى لحد ما تراجعت صحة المرضى وانتهى الموضوع بموت مريضة. وأنا اندفع لي مصاري لحتى أحمل هيدي القضية عن الدكتور بيان. قلت لك ما عندي شي خاف منه، بس الحلو فيك إنه وساختك بتخليك تعمل كل شي، بس على عشرتك تعلمت وسبقتك غمار بيك، هيدا يلي بنقال عنه ماضي وسخ. تفرج.